حضور كريم بنزيما للجزائر، وش رايك في القدوم تاعو للجزائر؟ حضور كريم بنزيما للجزائر حاجه عادي، باسكو هو سيتان جوار فوتبولر، لعب في مدريد، عنده دو كارير تاعو، كمل حياته ان باليش نجح في حياته، جا للجزائر صافي بليزير كي جا جوار كيما هكا للجزائر وستاد فوف في الجزائر. انا اليوم باش نهضرش على بنزيما، باش نهضر على الشعب اللي كان يجري موراه، كشور يقول لك حاجه اللي يحب الدرب بيسلطوا عليه، عباد يجروا موراه طايحين في الارض، واحد يتكركر، واحد يجري موراه ان باليش انا ايفيسكا البارسا، ماشي ان باليش حيصرى له، انك شو كي قال له هذيك الهضره تاع ايفيسكا البارسا، الشعب عيبك شو مخلوعين، شو جامي شافوا في حياتهم، شو جامي شافوا حاجه في حياتهم، باسكو باليش انا عايشين في 2024 ماشي بالك اذا هما انا فيتين 14 سنين وما عايش في 2014 حنا في 2024 هذيك حاجه واحده اخرى. يعني شفت هذه الحاجه ما انت ما عجبتك؟ كي جاب بنزيما باينه بلي تعجبني، بصح الشعب واش كان كي وعلى الشغل كي كانوا يجريو موراه انت ما عجبتكش هذا اللعب؟ باينه باينه حنا سيدي هذه زالجيريا ما نديروش هكا، ماشي ماذا بينا نشوفوا خاوتنا يتكركروا في الارض يطيحوا ما على باليش. عادي هو انسان كيما احنا، هو انسان كيما احنا نورمال يتنفس اكسجين وياكل واش ناكلو احنا ويشرب الماء. كان زعما يجي الالجي لهنا ويكون جايز هكذا قدامك في اودا ولا في الجي سونتر ولا في القصبه ولا جو سي با هاوليك هاي مراه جايزه هاوليك شو كيف كيف ما راحش تتاثر بها ما تهضرش معاها. ما نكذبش عليك طاحت لي باينه بس يتصور معاها باينه نورمال عادي بصح عادي اه اكشول ما بالش بالك يجوز منا سي باينه قاعد نشوف فيه ولعب ساعه هكا باسكو باينه نشوفه بحاجه اسطوره بس في حدود اه اي والله ماشي نجري موراه نطيحي في سكا بارسا مخلوع تقولش جامي شفت. واش تقول له واش تنصحو انت باش يزور الاماكن السياحيه الجميله في الجزائر؟ واش زعما كاماكن سياحيه شابه تنصحو يروح ليها؟ زعما مرحبا بك في الجزائر كامل، الجزائر كامل شابه.